أكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري خلال لقائه أحمد يالدز وكيل وزير الخارجية التركي أن العراق لن يسمح بتواجد أي قوات تركية على أراضيه، مشددا على ضرورة سحبها من بعشيقة. واستعرض الجانبان أيضا سير العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. وأضاف جعفري أن العراق طوى صفحة المواجهة مع عصابات داعش وحقق انتصارات كبيرة وحرر أراضيه، واليوم يعمل على إعادة بناء وإعمار المدن. وشدد الجعفري على أهمية الاستثمار والاستمرار بزيادة حجم الإطلاقات المائية لما لها من أثر كبير في العديد من القطاعات الحيوية في العراق.